السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدينا فيديو النهاردة بالصلاة على الحبيب زي ما احنا متعودين. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش تحطوا الندى اللايك. أحلى روتين بمشيئة الله يعجبكم من رضاكم. روتين البال الرايق بقى، روتين الراحة النفسية. ازاي ندى؟ انا طبعا زي ما انتم عارفين انا امبارح طبعا مسكت برضو السطح، كنسته، نظفت العشه بتاع الحمام. فاليوم اللي ببقى منظفه فيه تنظيف عميق قوي زي كده، بطلع تاني يوم بقى بيبقى روتين مرتاح جدا جدا. بحس ان انا ايه، عاشقه لتربيه الطيور، مش بحب بس بقى عاشقه لتربيه الطيور. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. طلعت النهارده طبعا بما ان السطح نضيف هسيب يوم عن يوم هيتبهدل، فكنست الحته دي مطرح الخضره والاكل اللي كنت حاطاه معاكم امبارح. طبعا احنا دلوقتي العصر على الاذان. طلعت طبعا الصبح كان الجو شديد الحراره، الجو كان ولع نار. قلت طبعا انتوا عارفين ان انا برشرش الحيطان كده حاجات بسيطه، وبملى ازايز ثلج بحطها عند الطيور بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. انا طلعت حتى الازايز فكت اهي، هفضيها انا بقى. وبصوا الميه ساقعه يعني، والله العظيم بصوا الميه في الطاجن متلجه، حتى شوفوا يعني قاعدين جنبها ازاي. فالازايز بطلع بقى دلوقتي كده اخر النهار، بقوم افضيها الميه اللي فيها وباخدها تحت اشطفها وارجع املاها تاني تلج في الفريزر عشان احطها لهم الصبح بمشيئه الرحمن تاني يوم في عز الظهريه بقى، تبقى حاجه ترطب على قلبهم كده. عايزه بس اتكلم مقدما كده، الناس اللي كانت بتقول يا ندى الميه الساقعه اللي انت بتحطيها دي مش غلط على زورهم وتعمل لهم التهابات، ما تخافيش احنا بنحط الميه يعني يا بصي السقعان اللي هو الطبيعي ده. هتقولي ايوه عشان التلجيه من الصبح، بس طبعا الطيور طول ما في حر تحب تركن جنب الميه كده، وحتى لو شربوا منها مش هتعمل لهم اي حاجه خالص لان جسمهم مولع، درجة الحرارة بتبقى بص فوق المستطاع. الجو اليومين دول عايزة لكم يوميا تلاقي جروبات على الفيسبوك نازلة تقولك ايه، موجة حارة، موجة حارة ستضرب مش عارفة القاهرة، موجة امال اللي احنا دول شايفينه موجة ايه، موجة كوميدي يعني مش عارفة يعني. هي كده كده يقولك الاسبوع ده كله هيبقى ايه ارتفاع درجة حرارة، امال الاسبوع اللي عدى يعني كان الجو معتدل يعني خريف؟ لا، الجو في الصيف يا جماعة لا يطاق. شهر 7 وشهر 8 دول ربنا يلطف بعباده وربنا ييسر امورنا كده، والله ما اجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب النار، الجو صراحه لا يطاق. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيوري كلها حتى السقايات بحط فيها ازازه التلج واقوم قلباها واحطها. فاللهم صل وسلم طر على قلبهم. عندي طبعا الصبح كنت ضربة ثلاث ليمونات بس، مالية الشفشق بتاع الخلاط على ثلاث ليمونات بقشرهم، ضربتهم وحطيتهم في المية الصبح. طب بتحط ليمون ليه يا ندى؟ الليمون فيه فيتامين سي، فيتامين السي بيساعد على الإجهاد الحراري في جسم الطيور، بيطر على قلبهم كده وجسمهم وبيرطب جسمهم وما بيخليهمش يحسوا بالحر قوي مع التلج اللي انت حطاه. والواحد بيعمل اللي عليه، اللي مكتوب له حاجة هيشوفها. بصوا حبايب قلبي على ما اجهز ازود ميه، اشوف ميه محتاجه افضي الازاز بتاع التلج ديت واجهزها عشان اخدها وانزل. العصر هيأذن دلوقتي، فعلى ما الاذان يخلص هنرجع لكم عشان ما ينفعش ان احنا نتكلم والاذان شغال. فهظبط شويه امور كده على ما الاذان يخلص وارجع لكم بمشيئه الرحمن، وانت حط لنا اللايك على ما نرجع لكم. الله اكبر الله اكبر والعزه لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اول ما بيحسوا ان في حر كده شايفين ما شاء الله كلهم بييجوا جنب الطاجن، لان الطاجن اصلا بيبقى متلج. طبعا انا عملت ايه، طبعا على ما العصر كده خلص انا غيرت الميه في السقايه وفي البلاستيكات بتاع الرومي وعند الفرخه الهندي. انا عايزه اقول لكم ان الفرخه الهندي بتاعتي ما باظتش النهارده، هي امبارح على البيضه بتاع امبارح بس بصيت كده كويس ما لقيتش حاجه، صغيرت لها الميه، حطيت ميه نظيفه. الاكل ده قدامها من الصبح،
هي بيضه واحده بس، انا مش هشيل لان هي كده الحمد لله. بس فعلا في حد قال لي مش تبع تغذيه ولا عيب في الفرخه ولا حاجه، كان في حد كتب في الكومنتات يا ندى انا عندي الفرخه الهندي وبتبيض يوم ويوم، ساعات بتبيض بيضتين ورا بعض وساعات بتبيض يوم ويوم، مش شرط يعني ان هي تبيض كل يوم زي الفراخ العاديه. فقلت خلاص يعني بما ان احنا قافلين عليها محافظين عليها خلاص مش مشكلة بقى، تبيض كل يوم تبيض يوم ويوم مادام مش مقصرين معاها خلاص مش هنتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي البطاية اللي كانت مع ذكر البط البلدي ونتايتين اللي كانوا جوه في العشة، هوريهم لكم. طب طلعت دي ليه يا ندى؟ هما معلومش بيض ما بضوش لسه، مفيش ولا واحدة فيهم عايزة ترد، دي كتو ريش والاتنين بيتخانقوا على مكان البيض، مفيش واحدة عايزة ترد، وفي بيضة اتكسرت النهاردة، هما بيتخانقوا كسروا بيضة النهاردة. فنتصرف ازاي بقى يا ندى في وضع زي كده؟ انا طلعت واحدة وسبت واحدة بس، ايوه حتى الاتنين اصلا المفروض ان هما يرقدوا. ايه اللي بيأكد لي ذلك؟ ان انا بقالي اسبوع بطلع بلاقي الاكل قدامهم، فانا دول ما هتطلبش اكل الصبح، الاكل ده بقت من قدامهم من امبارح. انا بس اللي عملته معاهم هنا ان انا غيرت ميه، اما الاكل بصوا يعني لان هم كتير ريش وعايزين يرقدوا كانوا سته، النهارده لقيتهم خمسه، معنى كده ان هم اتخانقوا وكسروا بيض. فقلت خلاص هطلع النتايه اللي بره عشان هي خفيفه قوي تلحق تعبي كده وتعبي للبيض وتملى عشان تلحق تبيض لنا تاني. اما دي سبتها بقى قلت انا ورزقي فيها، يعني ايه نخليها كده ربنا يكرمها وتبرد. طبعا اي بواقي بيت ولا حاجه برميها لهم الاول قبل ما احط اي حاجه، انا راميه لهم الجراوه هنا وفي خضره راميها لهم من الصبح جوه هنا ايه، فدي بسيبها هنا صراحه عشان بتبقى لما الدنيا كده في المكان جوه. اما شويه الجراوه دول طبعا بطلع ما بلاقيش حاجه منهم ياكلوا كله. تعالوا نخش نشوف الرومي عشان اوريكم، انا كنت فاكره غلط يعني، انا كنت فاكره ان اللي بتبيض لي هناك النتايه الصغيره اللي هي اصلا كانت مع الديك الصغير هناك في العيشه اللي هي واقفه دي، ف وكنت فاكره ان بتبيض هنا اللي هي النتايه الجديده اللي انا دخلتها هي والديك الرومي. الصبح بقى طالعه وانا بحط لهم اكل كده انا استغربت من المنظر، لقيت الفرخه بتاعت الرومي هناك عماله تفرق كده وبتاع وعماله تزق البيض تحتها، قلت ده خلاص ما شاء الله هترقد ايه. لقيت ان النتايه ديت اصلا اللي هي اللي كانت بره اللي لسه بتبيض هي اللي راحت باضت هناك وما رقدتش، لقيتها بتبيض هناك البيضه وطلع. قلت ما علينا اللي هترقد الاول ترقد في اي مكان واحنا نظبط لها الدنيا. انا عايزه اقول لكم حاجه بس، ان انا في حاجه الصبح عجبتني قوي قوي. بصوا البيضه طبعا كانت لسه الروميه بيضاها، بصوا تحسوا هنا ان انا ماسحه بايدي كده، شفتوا النقط النمش، هحاول اقفل كده مش عارفه هيبان ولا لا، اهو هنا باينه شويه، شفتوا النمش ده اهو النمش ده، بصوا شايفين كتير ازاي. عايزه اقول لكم الصبح اول ما البيضه بتتباض النمش دوت انت لو جربت تمسحيه دلوقتي استحاله يتمسح. انا ماسكه البيضه الصبح كده اول ما باضتها بمسح بايدي كده النمش ده بيتمسح من على البيضه. انا بص هي حاجه تافهه هو حاجه بسيطه بس عجبتني قوي، الواحد بيحب يكتشف حاجات زي كده. بصوا انا ماسحه لكم حته قلت عشان اوريها لكم، مسحت كده لقيت النمش بيطلع، بصوا اكن ايه طينه ولا اي حاجه سهله كده بتطلع، بس على زي ما البيضه بتشمع في ثواني كده تنشف. بص بيبقى صعب قوي ان انت تمسحيه، فقلت سبحان الله يعني. اهو افتح لكم الفلاش كده الدنيا تمام، شايفين ما شاء الله واضحه اهي. هنا انا كنت ماسحه النمش اهو شايفين مفيش نمش خالص، وفوق حواليها النمش موجود. عجبتني قوي، فرحانه اصلا ان انا بشوفها وهي بتبيض كده. هتعملي ايه بقى في حاجه زي كده يا ندى؟ انا هسيبهم والله في مكانين، اللي تخلص بيض وترقد الاول، وقت ما كان ما ترقد اللي تخلص بيض وترقد الاول مكان ما هترقد هظبط لها دنيتها وهنحط لها بيض ونظبط الدنيا والاجواء عندها كده ان شاء الله. طبعا دول كنت حبساهم امبارح
في البلكونه هنا، طلعت الصبح لقيت الباب واقع خالص وهم طالعين بره مع الفراخ، قلت مش مشكله خليهم ولحد ما الاقي بيضه ابقى احبسها واظبط لها الدنيا، يكون ابو نور عرف يظبط لنا الباب يعني، عشان هو الباب وقع خالص. ف قلت خليها من هنا لحد ما ابو نور يجهز لنا الباب كده ويقفل الباب بتاع البلكونه عشان اعرف احبس حاجه فيها واقفل على حاجه فيها تكون ضاضت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تعالوا الاول، انا عامله الفرقه البيضه كده على العلف للفراخ والسمان والرومي. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخلطه اللي انا بعملها الرده على عيش على بشيشه اعملها دلوقتي قدامكم، لان كان حد قال لي انا عايزين نشوف كنت بتعمليها، فانا هعملها دلوقتي قدامكم. بحط بينها برضو في العيشه هنا للطيور بتاعتي. بص انا فرحانه ان الرومي بياكل، يعني فرحانه ان الرومي مش خايف وبياكل ما شاء الله. انا كنت خايفه عليه جدا من ساعه ما شفنا امبارح السمانه الصغيره وهي دماغها متاكله كده، بس اللي انا اكتشفته بقى يعني انا خمنته ان الفراخ الكبيره هي اللي عامله فيه كده، لان كان كتكوت صغنن خالص فهم عملوا الجلاشه معاه بقى. بس انا فكره ان انا احط اللهم صل وسلم وبارك السبع فرخات دول هنا والفراخ والديوك دي هنا، دي فكره خطا. ف ليه؟ لان انا حاسه ان الرومي شايفين برضو بيخاف برضو مش الاكل اللي هو بياكل، يعني مش شبعان. والسمان برضو حاسة برضو مظلوم، الفراخ هي اللي واخده حقها هنا في العشة، فأنا كده حاسة ان انا ظلمت الرومي والسمان. فأنا هحاول بمشيئة الرحمن بأي طريقة كده، أي طريقة ما أظبط مكان في القريب العاجل كده، يا إما لو معرفتش أظبط مكان هطلع الفراخ برة تاني زي ما كان، لأن كده حرام يعني. ما حاسة ان انا ظلمت، انا حتى النهاردة بص يمكن في علامات لبيض مكسور. بصوا السمان بيض البيض، انا ما خدتش ولا بيضه لسه من النهارده، سمان بيض البيض ومش موجود، موجود بس العلامات بتاعته مطرح كسره مطرح ماما واكلينه في الارض. فالفكره دي فكره خطا مليون في الميه، وهحاول اعدلها بمشيئه الرحمن. بس اللي عنده افكار يقول لنا، ومحدش يقول لي حطي في عين السلاكه من فوق، الجو بيبقى ولع جدا والسلكة من فوق. عايز اقول لكم عشان الشمس وهي محطوطة في الصالة مفيش مكان متعرش فيها، فالجو بيبقى فظيع فيها، الجو بيبقى فوق المستطاع كده، فما ينفعش حرام لما احط حاجة زي كده. تعالوا نخش نشوف البيض، من البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت الصبح هما 3 بيضات بس اللي نزلتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت لهم الفرشه دي امبارح بس مش عارفه ليه حاسه ان انا عايزه اشيلها، حاساها تلقط في رجليهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حاساها تلقط في رجليهم ويكسروا البيض فيها مش عارفه، وانا حطاها من امبارح وما فيش حاجه صراحه مكسوره، بس مش عارفه انا مش مرتاحه لها ليه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي سته تاني ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في ما شاء الله بضيع ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله رايكم اسيبها وخلاص، هو ما فيش بيض مكسور، بس انا مش عارفه مش مطمنه لها ليه، انا مش مرتاحه للقماشه دي. فكره خطا برضه دي، بس اهو ادينا بنجرب.
عايزين نبص بس على الفرخة، الدنيا تمام، قدامها أكل، قدامها مية. أنا بس مش عايزة أشيل الباب جامد، الدنيا تمام عندها، خليها مركونة على جنب كده، ربنا يبارك لنا فيها، طعمنا منها كده ويرزقنا منها رزق حلال يا رب، واللي تحتها ربنا يعوض الخسارة بسبب درجة الحرارة بتاع البيض الكتير اللي باظ مننا، ربنا يعوضها لنا كده خير إن شاء الله. تعالى أنا سايبة حبة علف كده ناعمين، حبة صغننين قوي يعني، هرميهم للفرخة الهندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. عايزه ازود لها برضو قش، يا اما اجيب لها قماشه واحطها، لان برضو القش قليل. رايح فين؟ يا نهار ابيض. متطفل. ايوه كده بتغذي يا اختي كده، عايزين نتائج كبيره منك يعني، عايزين نعمل سبوع كده قريب. اللهم اسالك من فضلك. اهو اذن يا ابني واسمعه، اشجينا اشجينا تاني كده وسمعه برضو. نقفل عليه. تعالوا بقى هعمل معاكم الخلطه، بس هجيب الطبق بتاع اللي انا بغرف منه، يا بس ما اروحش الاقيهم كلوا العيش اللي انا مقنخاه. احنا هنيجي هنا تاني، بس انا بحتاج الطبق، حتى الطبق مش هنا، مش عارفه فين الطبق. طبعا اول ما بطلع على السطح العيش طري، العيش ناشف، بحطه في ميه كده وارنخ. طبعا انا الرده بجيبها بالشوال، والدشيشه بالشوال اريح واوفر واحسن ليكي يعني، وقت ما بتطلعي بيكون الاكل موجود عندك. طبعا كده لسه هي عايزه رده، شايفين فيها ميه كتير اهي، مينفعش كده خالص. انا بحط تاني لحد ما تنشف شويه كده وتبقى زي اكنك بس العيش كده، بس العيش مع الرده اهو. بصوا هي لسه طريه شويه، بس انا ما بزودش بقى رده في الوقت ده. انا بخش بقى دلوقتي كده، هنخش عند شوال الدشيشه وهنحط، لان الدشيشه اللي عندي انا جايباها ناعمه عشان بحط من الخلطه دي للسمان، فجايباها ناعمه بقلب، تحس ان هي فيها حاجات زي الدقيق كده، فهي بتظبط بقى ايه شويه الطروه اللي فيها دول. دي ناعمة بقى، بتحس ان هي فيها زي الدقيق كده، فبيتقلب بقى تبقى الدنيا متظبطة وزي الفل.
نقلبت على الوش وخدت الروم بتاعي. اهو بصوا تحسوا ان فيها زي دي كده اهو. هقلب بقى اللي تحت واللي فوق. حلو بس كده. شوفوا بقى متبقاش معجنة خالص عشان كمان الحر ده بتصوا بتحس ان الخميرة بتتفاعل كده وبتفور الدنيا. ولو طلعت لقيت اكل قدامه ولا حاجة الصبح ولا حاجة ولا اخر النهار بتلاقيه فاير كده وتحس ان هو طري قوي، فانت ما تخليهاش طري قوي. بس تمام هناك اهو. تعالوا بقى احنا كده خلصنا من الروم، تعالوا نحط الطيور اللي بره بقى عشان بصوا عارفين ان انا في الكردل ده بعمل الخلطه وهيتجننوا كده. بس هقفل لي كده البطايه راحت فين؟ طبعا نحط برده هنا شويه عشان الاخت اليتيمه اللي واقفه جوه لوحدها دي. هي من ساعه ما خرجت الصبح وهي واقفه مكانها كده جوه، انا ما اعرفش بتتحركش ولا ايه. انت لو هتطيري ولا هيجرى لك حاجه عرفينا، يعني نظبط لك حفلة وداع كده، مع اني قرفانة منكم والله انتي والبومتين اللي جوه. بس هعمل ايه؟ اللهم اسألك من فضلك ما باليد حيل. بصوا لسه حاطة العلف والحاجة، بس عايزة اجيب لهم قالب طوب والله احطه في قلب الاكل هنا. احط لهم برضو كده على جنب هنا، بس مش عايزة ازود عشان اطلع لهم واكلين الاكل ده كله. دي مش هحط لها تاني حاجه كده النهارده خالص، تعيش على بكره باذن الله كده الصبح. ان شاء الله يا حاج علف وتشيش وعيش ورده، تحط لك خضره الصبح. في ايه مش عاجبك ليه؟ يا الخنفره اللي عندها دي يا جماعه عادي، الفراخ الهندي، الناس اللي مربيه الفراخ الهندي عندكم الصوت ده بتسمعوه منهم؟ هو سامعينه؟ مش عارفه بقى. بصوا في بقى بطايتين كده مش بتوعنا، بتوع حد هيشتريهم عشان ما نشيلش ذنبهم، بيتظلموا في الاكل بره. برمي لهم حبه على جنب هنا عشان ايه اما يبصوا واقف على جنب اهي. ده اللي عامله حسابه ان انا بقى ادخله جوه. بص يا عيني عارف مكان الاكل، لان انا يوميا بحط له حبه اكل يا عيني هنا عشان ياكل. وهجيب له ميه دلوقتي. تعالوا بقى الاكل اللي جوه ده متبطل من الصبح، وانا مش هينفع ابيته بيه، هطلع عليه مدوق لانه في الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احلى حاجة ان هو ايه مش فاير لكن زي ما انتوا شايفين كده، بس مش هينفع ابيته.
الفرد بقى القديم هنا. نحط لهم حبه جداد كده، بس مش هزود برضو، يعني هما كبشتين بس اتنين عشان بطلع عليه الاكل قدام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من نفس الخلطة بحط برضو هنا على العلف اللي قدام. هما كانوا شبعوا ما شاء الله، شايفين الفراخ اول ما برمي الخلطة دي بيجروا عليها ازاي. هنا بقى مش هرمي، خلي الرميتين بياكلوا حبة العلف دي، خلوهم ينقروا فيهم كده. مش ناقص حاجة تاني، اللي بيفيد معايا بقى كله. نسينا نقفل الباب، انا اخش اجيب الوز من جوه عشان يطلع ياكل عشان هو خايف مني. وهنحط الكلفة للحمام، وكده نكون خلصنا معاكم وختمنا معاكم فيديو النهارده. يلا اطلعوا كلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال يا رب. اصبروا اصبروا. طب اقعد شويه من هنا عشان نوزع نوزع. ماشي، هتلموهم العيش. هي مامي ما انا حاطه لكم اكل تاني النهارده، لموا كل اللي في الارض ده. بس الكلفه جميله النهارده، حلوه على الفاضي. لسه البيت كله زي ما هو، ما فيش حاجه خرجت لسه. صراحه انا ما بشغلش بالي بالحمام ولا بحسب له، انا بطلع الاقي الزغاليل كده. ده احسن حاجه تعمليها يعني للحمام بتاعك. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الروتين. اتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك الجميل، ولو اول مرة تشوفوا قناتي يلا بسرعة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.